أما فيما يخص الظرف الحالي اللي ممكن في لغط، طبعا احنا بعد خروجنا من البوليه تعرضنا إلى غارة من الحلف الصليبي، واستشهدوا معنا 26 من شبابنا من رفاقي، والباقيين كانت كلهم جروحهم بليغة. أنا أصبت في تلك الغارة، غارة كانت قرب وادي زمزم حوالي من شهر، فالإصابة راهي الإصابة اللي عندي ليه من شهر، وصبنا قرب وادي زمزم من الحلف الصليبي الكافر، واحنا الحمد لله يعني ما حتى ما ضربنا الليبيين ضربونا الكفار والنصارى، وبالتالي الموضوع هنا بالعكس، هنا هو اتفق على ان حتى العلاج يتم هنا في زنتان باعتبار في طاقم طبي ويقدر يجوا طاقم طبيه والتخدير ولا العمليه اللي محتاجينها. احنا هنا قاعدين مع اخوتنا ومع اهلنا، وفي شيء مشكله ونشاوروا ونتكلموا ونتناقشوا، وفي كلام واجد نحكوا فيه، لكن هذا في بخصوص موضوعي الخاص الطبي ووضع وجودي هنا في زنتان.